السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أتمنى أن تكون بصحة وعافية. اليوم إن شاء الله كان موضوع هذه الحلقة موضوع آخر مغاير تماما. كنا سنتحدث عن موضوع جميل جدا، لكن كون أن التجربة مرت بسلام، لأنني قد عرضت الحل على العديد من المتابعين، حل مشكل الشاشة الزرقاء، وللحمد ولله الحمد فالنتيجة كانت جيدة جدا. العديد من الإخوان أبدوا ردود يعني جيدة، تحل مشكل أو حل مشكل الشاشة الزرقاء. ولكي يتم حل هذا المشكل أو السر في حل مشكل الشاشة الزرقاء، وغالبا مشاكل الزرقاء تأتي من عدم توافق الدرايفرات. نعم، عندما تشتري حاسوبك وتشتري معه أو يأتيك معه القرص الخاص به، تقوم بتثبيت الدرايفرات، لكن حقيقة عندما نقوم بما يسمى بتحديثات للنظام أو إلى غير ذلك، أو عندما نثبت نظام نوعا ما مستحدث، فهنا نقع في مشكلة وهو عدم التوافق. عدم التوافق يعني أن حاسوبك عدم توافق، بطبيعة الحال أتحدث هنا عن العتاد، عدم توافق العتاد وعدم توافق تعريفات العتاد مع النظام، فهو بطبيعة الحال يؤدي مباشرة إلى ظهور الشاشة الزرقاء. إذا هذا المشكل الذي يعاني منه العديد هو ظهور الشاشة الزرقاء، سيحل ببساطة جدا وهو عمل تحديثات للتعريفات. بطبيعة الحال هناك عدة طرق لكي نقوم بتحديثات للدرايفرات. هناك طريقة سهلة وهي استخدام برامج. هناك برامج تخبرنا بما يجب علينا أن نقوم، أو تخبرنا ما هي الدرايفرات التي يمكننا أو التي يجب علينا عفوا أن نقوم بتحديثها، وكذلك بل و يعني سوجست يعني تقترح علينا أن نقوم ب يعني تحديث بعض الدرايفرات. يعني هي تقترح عليك تحديثات انطلاقا من قاعدة بياناتها، وهذا أمر جيد. فيمكنك فقط بالنقر على يعني على سبيل المثال يعني تحديث الآن، أبديت ناو أو شيء من هذا القبيل، ويقوم البرنامج تلقائيا بتحديث الدرايفرات. للإشارة هذه البرامج غالبا أو هذا النوع من البرامج غالبا ما يطلب سيريال، وإن شاء الله أنا البرنامج الذي سأشرح عليه هو برنامج يعني يمكنك إدخال السيريال، لكن كما تعلمون فأنا لا أضع السيريال الكراك، يبقى لك أن تبحث ويمكنك أن تشاهد التعليقات. هذه نقطة، يعني التعليقات، يعني هناك تعليقات يضعون فيها السيريال. قلت هذا فيما يخص هذه النقطة. فيما يخص النقطة الثانية وهي أن البرنامج سيخبرك بالتحديثات، البرامج التي يجب او الدرايفرات التي يجب عليك ان تقوم بتحديثها. تذهب الى موقعك الرسمي، الى موقع الشركه الرسمي، ثم تقوم بتحديث. اتحدث عن موقع الشركه الرسمي اي موقع شركه حاسوبك، يعني ديل داونلود سنتر، كما فعلنا مع البيوس، مع حلقه البيوس. يعني اذا لم تكن هذه او اذا لم تشاهد حلقه البيوس وكيف استطعنا ان نحمل تحديثات وتعريفات كل حاسوب بعينه يعني بالماضي الخاص به، ارجع الى حلقه يعني البيوس، ستجدها في الديسكريبشن، يمكن ان تراجعها وتشاهد كيف قمت بتحميل الدرايفرات لكل حاسوب بعينه. فهذه كنقطه، يعني نفس النقطه ستقوم الان فقط بتحميل الدرايفرات الخاصه بنوع او الدرايفرات الخاصه التي طلب منك تحديثها، وهكذا كن على يقين ان بنسبه 80% ستضع نقطه على مشكل الشاشه الزرقاء. للاشاره، فمشكل الشاشه الزرقاء ليس هو فقط ياتي من او لا ياتي دائما فقط من تعريفات يعني الحاسوب، وانما هناك مشاكل اخرى، ولكن على العموم ان 80% عفوا من المشاكل هي تاتي من تعريف الدرايفرات. اذا الان ساذهب واشرح او سنشرح برنامج يعني يقوم باكتشاف ما هي الدرايفرات التي يمكنك ان تقوم بتحديثها. برنامج متواجد، سهل ان تكتشف كذلك فيما اردت ان تقوم بعمليه اوتوماتيكيه للتحديث، يعني سهل ان تكتشف ان تجد السريال الخاص بك. فقط يبقى عليك البحث او مشاهده التعليقات. اذا كنت من يشاهد اول مشاهد لهذه الحلقه، فيجب عليك فقط الانتظار حتى ترى ردود الافعال. اذا لن اطال عليك، نمر مباشره الى تحميل وتثبيت وكذلك اعداد البرنامج، ابقى معي. اذا اول شيء نذهب الى الموقع short.t3professional/drivecure، ثم بعد ذلك نذهب مباشره الى الاسفل، سنجد free driver update program download.
انقر عليها ثم انتظر. اذا البرنامج سيتم تحميله، صغير 3 ميجا. بعد تحميل البرنامج نقوم بتثبيته. Next, I agree. Next, install. ثم انتظر. بعد ذلك أتأكد من أن هناك علامة على Run Parrot Logic Driver Cure، ثم أختار Finish. كما تلاحظ فالبرنامج الآن يقوم بسكان لجميع الدرايفرات التي هي تطلب تحديث أو التي يلزمها تحديث، لكي يشير لي ما هي الدرايفرات التي يجب علي أن أقوم بتحديثها. بالفعل لدي 6 درايفرات يجب علي أن أقوم بتحديثها. إذن بطبيعة الحال كما قلت، فهذه النسخة لكي تقوم بعمل أوتوماتيكي أو عمل إصلاح أوتوماتيكي للدرايفرات، هنا يجب عليك أن تتوفر على سيريال، لهذا يجب عليك أن تبحث عنه. فكما تلاحظ معي فقط أختار إذن أي درايفر، كما تلاحظ أي جهاز أو أي درايفر عليه علامة حمراء، يعني يجب علي أن أقوم بتحديثه. تحديث 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 تحديث. إذن لدي هنا 6 درايفرات كما تلاحظ، أنقر فقط على Fix Now. طبيعة الحال هنا سيطلب مني أن أقوم ب Registering، ولعمل Registering فيجب علي أن أقوم بإدخال Listings Key. هنا كما قلت يجب عليك أن تقوم يعني كما قلت يجب عليك أن تبحث على السريال، فهو متواجد. هذه كنقطة بالنسبة للإخوة الذين لا يرغبون بعمل إدخال سيريال، يرغبون في تحميل الدرايفرات الخاصة بحواسيبهم. سأعيد فقط الإشارة إلى العملية كما أشرت لها في البيوس. فنذهب إلى جوجل، نفترض أنك تمتلك جهاز ديل، نفترض أنك تمتلك جهاز ديل. إذن ستكتب ديل ثم تكتب أمامها داونلود سنتر. كنت تمتلك اتش بي، تكتب ديل اتش بي داونلود سنتر. اتش بي كومباك او كومباك اتش بي، تكتب اتش بي داونلود سنتر كذلك. لديك سوني فايو، سوني فايو داونلود. اذا اي جهاز تمتلكه اتبعه ب داونلود سنتر. بعد ذلك تدخل مباشره الى الموقع الاول او اول النتائج التي تظهر، وبعد ذلك غالبا في اي موقع سيطلب منك السيرفيس تاج. كما تلاحظ معي السيرفيس تاج هو كود تجده في ال يعني تجده وراء الحاسوب، تجد شيء اسمه السيرفيس تاج. انا بالنسبه فقط او السيريال نمبر على حسب الشركه، كل شركه ويعني والاسم الذي يعني الاسم الذي تعطي له. اذا FL1 اذا عفوا اذا 1 سبمايت. اتمنى ان اكون لم ارتكب اي اخطاء اثناء ادخال الكود. إذا كما تلاحظ معي بعد إدخال الكود، يعني الكود هو الكود المعرف لهذا الحاسوب، كما تلاحظ شكله هو بالفعل ما أمتلك. تنزل فقط إلى الأسفل تجد جميع الدرايفرات يمكنك أن تقوم بتحديثها إلى آخر إصدار، يعني آخر إصدار منها يمكنك أن تقوم بتثبيتها وتحميلها من الموقع الرسمي، وهكذا تستطيع عمل تحديثات للدرايفرات انطلاقا من الموقع الرسمي وكذلك انطلاقا من البرنامج. الا ان كما لاحظت فالبرنامج يطلب سيريال للقيام بهذه العملية. كما شاهدتم معي فهي خطوة سهلة بالنسبة للاخوان الذين اذا ما استطعت الحصول على سيريال للبرنامج، فالخطوة سهلة كما تلاحظ، فقط فيكسنا والمشكل يحل. أما فيما يخص من لم يرغب في استخدام سيريال ويرغب بطبيعة الحال البحث عن الدرايفرات الخاصة به، فكما لاحظتم الأمر كذلك هو بسيط، فقط نوعا ما يجب عليك أن تكون يعني تتمتع نوعا ما بمهارات خاصة أو ليست خاصة، مهارات متوسطة لكي تستطيع الكشف عن الدرايفر الخاص بك. إذا أنا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، يبقى لك دائما متابعة راغب آمن وحلقات راغب آمن على موقع محترف الحماية فقط على رابطنا الرسمي www.tshreeprofessional.com، ولا تنسى وأنت تشاهد هذا الفيديو أن تنقر على زر سبسكرايب، وتزور كذلك صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tshreeprofessional. إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى أن تنقر على زر سبسكرايب ثم شير تحت هذا الفيديو إلى فيديو آخر وإلى حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.